يسمح الإسلام بتعدد الزوجات، لكل رجل الحق في الزواج من 4 نساء، ما الحكمة من ذلك؟ يقولون إن نبينا تزوج عدة مرات لأنه كان شهوانيا، كيف ترد عليهم؟ يقال أنه تزوج عائشة وهي في 7 من عمرها فقط. فلماذا يقدم الملحدين مثل هذه الادعاءات السخيفة؟ سنطرح عليكم اليوم بعض الأسئلة التي تحير الكثير من الناس. لديك 60 ثانية للإجابة على كل سؤال، هل أنت جاهز؟ نعم. يسمح الإسلام بتعدد الزوجات، لكل رجل الحق في الزواج من 4 نساء، ما الحكمة من ذلك؟ قبل الإسلام كان هناك تعدد الزوجات مع أكثر من 4، والإسلام حصر العدد على 4، وعلى الرغم من تقليص العدد إلى 4 فإنه يدعو إلى الزواج من واحدة فقط. إذن فالزواج من 4 نساء مسموح وليس إلزامي. يوصي الدين بالزواج من واحدة. أود لو أعرف الحكمة من ذلك، هل لك تفسير الحكمة من ورائه بشكل أكبر؟ فكر بها هكذا، يسكن الذكور والإناث بالقرب من بعضهم البعض في العالم في الوقت الحالي، وقد كان هذا الأمر مختلفا على مر العصور، والأعداد مختلفة حسب المناطق. لذا فعندما تقول امرأة أنها ستتزوج من رجل ما، فهناك أساس يقوم عليه الزواج. لكن في الحروب الكبرى مثل الحرب العالمية الثانية، وكانت هناك حروب كثيرة في الفترة التي عاشها نبينا، يموت الكثير من الرجال في الحروب، وتبقى أكثر النساء على قيد الحياة. إذا فكرنا في الأمر هكذا، لا يمكن للمرأة أن تتزوج رجلا، ويمكن للرجل أن يتزوج باثنتين وثلاثة ليحميهن، ويكون لتلك المرأة زوج. ماذا حدث في هذا السياق؟ يسمح الإسلام بذلك، لكن عندما تنظر إلى المجتمع الإسلامي في ظل ظروف طبيعية، ربما يفضل 95% من المجتمع الزواج مرة واحدة. كذلك، نعم، قد يكون عدد الذكور والإناث متقاربين من بعضهم البعض، لكن هذا ليس هو الحال في جميع أنحاء العالم. في بعض المناطق الرجال قلة ونساء كثر، وفي هذه الحالات في مثل هذه الأماكن أو في حالة الحروب يفضل الناس استخدام هذا الشيء المسموح به، أن تمتلك أكثر من شريكة زوجة. ما رأيك إذن في تعدد الزوجات في الوقت الحاضر؟ يمارس تعدد الزوجات حاليا بشكل أكبر في المجتمعات غير المسلمة. على سبيل المثال، وفقا لبيانات من الولايات المتحدة، فإن 57% من الرجال المرتبطين يخونون، أي أنهم يعدون زوجاتهم. هل تفهم مقصدي؟ والإسلام حصر كل ذلك. الشخص الذي لديه علاقات غير شرعية ليس له حد الأربعة فقط. لنلاحظ 57%، وهذه نسبة كبيرة. أود أيضا أن أضيف، وهذا لا يعني أنني تزوجت عددا أكبر وأتفاخر بذلك، أتباهى به. لتعلم أن هذا شيء صعب الإدارة، عليك أن تعدل بين الجميع. على الرغم من أن تعدد الزوجات قد يبدو أمرا رائعا ومريحا، إلا أنك يجب أن تكون عادلا لأقصى حد. كما ترى الأمر يحتاج تدبيرا. أرجو ألا ننسى أن الإسلام سمح بتعدد الزوجات، سمح بذلك ولكنه أوصى بالزواج من واحدة. يقولون أن نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج عدة مرات لكنه كان شهوانيا، كيف ترد على ذلك؟ لا أظن أن ذلك له علاقة بالموضوع، ولا نعلم في أي سن وصل نبينا سن البلوغ، لنقل في 13 من عمره، وعادة ما يكون قبل ذلك السن بقليل، كما أن الجو حار في شبه الجزيرة العربية. من سن 13 إلى 25 لم يتزوج نبينا أبدا. كم سنة في المجموع؟ 12 سنة. إذا كان شخصا يعاني من مشكلة في الشهوة والجنس، هل يمكن أن يبقى عازبا حتى هذا العمر ويتزوج امرأة تبلغ من العمر 40 عاما عندما كان عمره 25 سنة بزوجه من أمنا خديجة؟ وأنت تعلم أن خديجة قد تزوجت من قبل، هل هذا يبدو منطقيا بأي حال من الأحوال؟ شخص شهواني للغاية يتزوج من امرأة قد تزوجت من قبل وتبلغ من العمر 40 عاما. حسنا، ما تقوله منطقي، لكن ماذا عن زيجته الأخرى؟ الآن نبينا صلى الله عليه وسلم متزوج من خديجة، ولديه زيجات متعددة في السنوات العشر الأخيرة من حياته، أي بعد سنوات قليلة من وفاة خديجة تبدأ حياته مع تعدد الزوجات. وهناك حكمة وراء هذه الزيجات، وباستثناء زوجة منهن فكلهن متزوجات من قبل، بعضهن لديه أطفال. أما بالنسبة لأعمارهن، 50 سنة و53 سنة و55 سنة. على سبيل المثال، أمنا أم سلمة تبلغ من العمر 65 عاما ولديها 4 أطفال، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فلنلاحظ، لو كان شهوانيا ماذا كان ليحدث؟ لكانت كل زوجات النبي من الشابات. لماذا إذا تزوج كل تلك النساء؟ ما حاجته لهن؟ هناك مزايا كثيرة. أولا، ذلك استراتيجي وسياسي، ربما سمعتها في كتب التاريخ أو الأفلام. ما يحدث؟ ماذا يحدث؟ ملك يتزوج فتاة من مجتمع آخر، والنتيجة تستقر الأمور بينهما ولا تدخل المملكتين في حروب مع بعضهما. كذلك فإن نبينا تزوج من نساء من قبائل ومجتمعات أخرى ليحقق السلام. وهناك حكمة ثانية، وهي مدرسة الأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين. بمعنى آخر، كان لنبينا مكتب الصفة، وهو أول مدرسة إسلامية للرجال، وكان من بينهم طلاب علوم، وتلتحق زوجاتهم جميعا بمدرسة الأزواج الطاهرات لنقل العلم إلى خارج ذلك البيت أصحاب الصفة. ولكن من سينقل العلم داخل البيت، خاصة لو كان هناك أشياء معينة خاصة بالمرأة؟ صحيح، حتى بديع الزمان سعيد نورسي يقول: ما يقارب نصف القواعد الدينية، مصدرها مدرسة أمهات المؤمنين أزواج النبي الطاهرات. وهكذا أصبح المنزل مدرسة. فالأمر إذا ليس كما يتخيله الكافرون، لم تتم زيجات النبي تحت مسمى الشهوة أو طلب الجنس. أقول يمكن لأي شخص أن يجد زواج الملكي منطقيا ولن يسأل لماذا تزوجها، لكن زواج نبينا ذو الغرض السياسي والاستراتيجي يزعجه. يقال إنه تزوج عائشة وهي في 7 من عمرها فقط.
كيف ترد؟ هذا ادعاء مضحك. هل يمكنك أن تتخيل؟ نبي يتزوج طفلة عمرها 7 سنوات، وسن نبينا كان كبيراً. كم كان عمر عائشة؟ وفقاً للمعلومات التي عرفناها من الأحاديث، كان نبينا قد تقدم في السن بالفعل، كان عمره 55 عاماً، وأن عائشة كانت تبلغ من العمر حوالي 20 عاماً وفقاً للأحاديث. ولماذا تتزوج عائشة؟ كانت أمنا عائشة ذكية جداً، وذاكرتها قوية إلى أعلى درجة. إذا احتجنا إلى معلومات عن حياة نبينا، كيف وأين نجدها؟ هل سينقل لنا ذلك شخص كبير في السن بالطريقة الأمثل؟ فكر من منظور الذاكرة والذكاء والملاحظة، أم أن شخصاً بسن أصغر هو من سينقل ذلك لنا بكفاءة؟ وقد كان ذلك واجب عائشة، وهي من الرواة 5 الذين نقلوا أكبر قدر من المعلومات. هذا يعطينا معلومات جادة حول ما كانت تفعله في الداخل. لكن لماذا يقدم الملحدون مثل هذه الإدعاءات السخيفة؟ كما أن لديهم العديد من الإدعاءات المماثلة والمضحكة. لماذا؟ لخداع الذين لا يعلمون والذين لا يستطيعون العثور على إجابات لأسئلتهم. عندما لا يكون لدى إنسان أي معرفة بالعلوم الإسلامية، يأتي دور الملحدين بتشويه الأمور والافتراءات لخداع من لا يعرف الحقيقة. هذا الرجل تسميه ملحداً، لا يؤمن حتى بوجود خالق لهذا الكون البديع، ويعتقد أن الكون خلق نفسه بالصدفة. ألا يقود ذلك إلى الضلال؟ لم يستطع الرجل حتى العثور على مالك الكون، فافترى على النبي ليجعل الناس يفكرون بنفس طريقته. فكر في الأمر، حتى سن 25 هناك دفء جسدي وشهوة. خلال فترة 12 عاماً تلك لم يتزوج النبي قط، ثم عندما كان بلغ من العمر 25 عاماً تزوج من امرأة عمرها 40 عاماً كانت قد تزوجت من قبل. ونبينا بما يتعلق بموضوع تحدث الزوجات، تزوج في السنوات العشر الأخيرة من حياته والأغراض السياسية واستراتيجية، وكان هناك انخفاض في عدد السكان الذكور كذلك. وبوجود مدرسة أمهات المؤمنين الأزواج الطاهرات، فقد ازدادت عدد الذكور. عندما يأتي أحدهم ويقول لماذا تزوج النبي كل هذه الزيجات؟ هل كان شهوانياً؟ إنهم يقبلون الحقائق التاريخية عن نبينا كالزواج. نعم تزوجهم النبي وتزوج عائشة فهم يقبلون ذلك، لكنهم لا يقبلون الحقائق التاريخية الأخرى عن نبينا. مثل ماذا؟ نبينا رجل يصلي حتى تتقرح قدمه. إنهم لا يعرفون هذا القدر من المعلومات. إنهم لا يعرفون شيئاً عن حياة ذلك الإنسان وصلاحه، وأنه كان مخلصاً مستقيماً كثير الصلاة. يعرفون ما يناسبهم فقط ويقدمون ادعاءات باطلة مثل ألم يكن شهوانياً. عندما تنظر إلى التقوى والأخلاق العامة لنبينا، وأنه يتزوج من طفلة عمرها 9 و7 سنوات، أو أنه يتزوج لإشباع حاجة، أو أنه تزوج بتلكم النساء لغرض الشهوة، هل يتطابق الوصف هذا مع ذاك؟ هل يتطابق مع أخلاق وإخلاص نبينا؟ وكما تعلم قد قلت شيئاً مشابهاً لملحد. أعلم أنني تجاوزت مدة الإجابة، أنا آسف، ولكن قلت مرة شيئاً لملحد بعد سؤاله، قلت سأسألك سؤالاً، وبقدر ما تتصفح مواقع الويب الملحدين هذا، هل جربت البحث عن إجابات لتلك الأسئلة على أي من مواقع الويب المختصة بذلك؟ أخبرني بصدق، فقال لا. ما أعنيه هو أنه وجد عقيدة يسمح له بارتكاب الخطأ بكل سهولة ويسر، الإلحاد. لا الله يرانا ولا ملائكة تكتب سيئاتنا ولا محاسبة على ذنب. فرأى معلومات صحيحة بالنسبة له، ولكن فقلت قد يجيبك بعض الناس لو سألت. يجيب لا، لن أخوض في هذا، وجدت ما أريد، فهمت ولا أريد أن أفهم أكثر. إذا كان لدى شخص ما تلك العقلية فلا يمكنه الوصول إلى الحقيقة، ولكننا إن شاء الله نقول ونكرر، هناك إجابات لكل هذه الأسئلة عن الإسلام. نحن لا نثق بأنفسنا بل نثق بالقرآن.